بالليل وبتعمل ايه في الخزنة؟ لا ما فيش حاجة يا حرز الضابط. ما فيش يعني ايه؟ نازل ايدك فتشوا عسكري شوفوا مسلح ولا لا. مسلح ايه يا سعادة البيه؟ ده انا ماليش دعوة بالحاجات دي ابدا. عبد الصمد يا فندي محضر هنا يا فندم. من عارف انه محضر، انما ايه الجو في السعادة؟ ايوه اصلا بصراحة كده اصلا نسيت مستند حجز هنا، فقلت اجي اخده دلوقتي عشان اوقع الحجز الصبح بدري. على كل حال اتحفظ عليها عسكري للصبح. يا سعادة البيه ما تكبرش الحكاية، اللي في الخزنة عهدتي انا هسرق عهدتي. اسكت خالص يا سعادة البيه، بلاش فضايح الله يسترك. حضرتك اذا كنت عايز تجرد الخزنة اتفضل وردها. مش شغلي، انا هتصل بوكيل النيابة دلوقتي وهو يتصرف. يا بابا اتأخرت كده ليه؟ انا كنت قلقان عليك قوي. الحمد لله الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. الف شكر. ما انا كمان يا ابني كنت هتورط حته ورطه. اوعى يكون حد ضحك عليك وخدك حته بطاله كده ولا كده. الله يجازي شطانك كمان يا ابني. قول لي انت عامل ايه في مذاكرتك اليومين دول؟ والله يا عبده كويس شغال ماشي يعني. طيب بدل ما مزاجك حلو كده ورايق، انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي قوي يا كمال يا ابني. قول يا حبيبي. هو اصلي في الحقيقه يعني نويت وهتوكل على الله وهخطب بنت كويسه من اسره محترمه جدا. نعم ايه في ايه؟ ما كنا كويسين بقى حضرتك عايز تتجوز وشويه شويه تخلفوا عيال وقع يا عبد الصمد ونخرب بيتك طول ما مخروب. لا ده مش جواز ده خطوبه بس. خطوبه ايه واندلت ايه؟ خطوبه ايه؟ انت مش عارف انا كنت فين دلوقتي. ما انا هشرح لك كل حاجه. ما تفتحش بقك ما تفتحش. انت عايز تجنني؟ خلاص تجنني. خلاص انت جننتني. خلاص انت جننتني. صحتك يا عبد ومش كده. تمام خزنتي يا حضرتك مش محضر. بس انت اللي غلطان، انت جيت بالليل وحطيت نفسك في موضع شبهات. معلش بقى اقول اللي حصل حصل. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ ايوه. لا الاقيش معاك 10 جنيه سلف لاول الشهر. 5 فيه ينفعوا؟ ما يقولوش لا. وانا رايح لوكيل النيابه افهمه ان الخزنه كمان. طيب شارع صمد يا فندم، معقوله اللي بيحصل لك ده؟ تبقى محضر قد الدنيا ودور تستلف. تعرف تخرس انت. انا لسه نوره يا دكتوره. اهلا. مش فاكراني؟ انا خميس. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الحقيقه نوره من ساعه ما شفتك وانت بسمتك مش غايبه عني، مش قادر انسى ايدك ورسمتها. ايه يا استاذ اللي انت بتقول ده يا استاذ؟ ده ملخص لاحاسيسي ناحيتك. ايه اللي جابك هنا؟ وايه الهباب اللي بتهببه ده؟ انا لسه هببت حاجه. عن اذنك. انت ليه الادب؟ ايه ده؟ شايفك عبيط. لا ليك لا في الطوره ولا في الطحين. والبنت معاها فلوس قد كده، ما انتش قادر تهفهم، هفهم انا. انت بني ادم اصولي، انا ما يهمنيش الحاجات دي. انا يهمني شخصها بس. طب ما تروح تخطبها. ابويا ما رضاش ولا بقى غم. وايه اللي هيعرفه انت تخطبها دكاكيني؟ ولما تتخرج بقى قول له. ولو ابوها سالني فين ابوك؟ فين اهلك؟ اقول له ايه؟ يا بقى ادب البنت شرياك، وما دام البنت شرياك كل ده مش مهم، هتقدر تاثر عليها وعلى ابوها وعلى امها وعلى الجن الازرق. سيب لي انا اخطط لك. اتفضل ادخل. تشكر يا ابني. السلام عليكم. عليكم. في اعلان قضيه يا معلم، اتفضل استلمه. استنى بس ما تاخدنيش على مشامي ولا الشردة. نعم يا معلمي. فتح مخك مع عمك. عينيا يا معلمي. شو بقى حاضر انت؟ ما لقيتنيش. ما لقيتكش ازاي؟ ما انا بتكلم مع حضرتك اهو. خد دول علشانك. أنا مش بتاع الحاجات دي. وفر عليك فلوسك. هتستلم الإعلان ولا أقول امتنع؟ أما راجل غريب صحيح. أنت مش عارف أنا مين؟ أكبر جزار في مصر وأغنى الأغنياء. أنا مالي؟ أنا معايا ورق لازم أسدده. خد
قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل. موجود. يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا بني ادم لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك، دول ناس اكابر هتروح لهم انا؟ قالت انت كمان، هو راجل بلبسه؟ احسن تسكت اسكت اسكت خليني اتصرف. خميس؟ اهلا وسهلا. اهلا يا خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي عارف. اهلا وسهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر ان تاكل كمال عشان في موضوع عائلي كده. اخص لك سيفك. قوي قوي يا خميس. اتفضل. 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 اتفضل معايا. اتفضل. لاقي اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ زي بعض زي بعض بقى كويس. ايوه بس يمكن تطلع ليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حدلدل نفسي فيها حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدلدل كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. قوي قوي قوي. 41. مش فيلا حلاوه بيل عن تابلي؟ ايوه. نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر اتفضل. هقول للمعلم. معلم مين؟ بقول لك عايز ساعات البيه. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا مستناش. انا عايز حلاوه بيل عن تابلي. اهو احنا ابن حلاوه بيل عن تابلي. مش هنا نمرة ستة؟ سيادتك حلاوه بيل عن تابلي؟ قلت لك احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم صادق صادق. لا مؤاخذة حضرتك عندك بنت اسمها نورة. انت تعرف نورة؟ لا. ايوه ايوه فندم انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس؟ كلية ال ايه؟ كلية ال كلية الطب يا فندم. احنا في كلية الطب مع بعض. هي كلية الطب. اهلا وسهلا. خير خير اللهم اجعله خير. هو في الحقيقة أنا مشرفني يا عمي إني أتأنس وأطلب إيد بنت ساعتك. عايز تتجوز نورة؟ لا أنا عايز أخطبها بس يا فندم وبعدين يبقى الجواز ضمن بعد كده في المستقبل. أنت قلت لي بتشتغل إيه؟ في كلية الطب. عميد مدير أستاذ؟ لا يا عمي أقل شوية. أنا زي ما تقول كده زميلها. تلميذ يعني؟ تقريبا. وأهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مجهول. جدا. صاحب أملاك؟ نعم. يعني عندك أراضي، مصانع، عمارات؟ لا يا عم احنا بتوع القانون 83. أنا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل ايه؟ محضر. انت سمعت على حلاوه العنتابلي؟ حلاوه العنتابلي مين يا فندم؟ احنا. لا ما باخدش بالي لا مؤاخذه اصلي ما بقعدش على قهوه يعني. طب اخويا احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتابلي. احنا ولا فخر مليونجي عم جزرين ملك اللحمه. عارف هي ايه اللحمه؟ اعرفها طشاش الحقيقه يعني. اخر مره كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا روح والدك. لا ده يا عمي انت مش واخد بالك ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه يعني 180 جنيه في الشهر ده غير اللحمة. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم. بره فين يا معلم؟ بره. اوعى تمد ايدك يا حاج تابلي. ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي ولا انا عن تابلي.
صديق البحر. يا بابا كلها كام سنة ويبقى دكتور وليه مركزه. الكلام ده كان زمان وجابر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين؟ يا بابا ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمع. اسمعي، انا دخلت كليه الطب عشان يقولوا حاجه واحده بس، بنتك الدكتوره راحت، بنتك الدكتوره جت، انما الظاهر انا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجه لكل ده. حصل ولا ما حصلش خلاص فينيتو. من بكره مش هتروح الكليه، وانس الدكتوره دي نهائي. علي النعمه الدنيا اتقلبت بقى، الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمه جملي؟ بالك يا خميس. بالك النهارده الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبي يا جماعه، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمه امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشه كنت اجوزها لك وهي الكسبانه. طب بس بقى لا اديك مفك في خلقتك. حلوه حلوه حلوه، طالعة من بقك زي الشهد. الله، الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان، بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل، والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور، روق وتوصف ايتها حاجه، والنبي انت حيل. ادخل يا فالح، ما ناخدش من وراه غير قلة الراحة. كل سنة وأنت طيب، قصدي بعود الأيام. بعود الأيام. سنة عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ أنا كويس أهو، ده بس بيتهيألك يا عبده. بيتهيألي وبتستعملني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده طيب؟ يا هو يا خل، تعالوا شوفوا يا فندم جاني سكران. ايه ده يا عبده؟ ما صاحش، الدنيا نهار، الدنيا ليل والناس بتاكل، الناس نايمه. وكمان ما انتش قادر تصلب طولك يا خبر. يا عالم يا هو يا خل، تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قلبي جايني سكران سكران. يا بابا ما صحش، نخش شقتنا ونتعاتب جوه. انت قمت تعاتب العتبه دي تاني؟ انت بس يا عبد الصمد افندي وصباح رباح. لا يمكن يا نهار، ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني ايه لقمه القاضي يا خي؟ كده طب امشي، اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان، الظاهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين؟ عاوز ابوظ العيله بتاعتهم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى، بات عندي. انا همشي، انا همشي خالص، انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا كمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقولك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ معين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك، ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه، اشمعنى انا يعني؟ شوف، طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب، قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمع ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح، تلاقيه بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع، انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. الدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ دي موضوع كبير قوي، خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي ظبطوه مع مرات عويس، فجماعه عويس قتلت عم، وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثه كمان، اني اولهم؟ طب عمي وفلات اني ذنبي ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا، هتفتحها ملجا يا خميس. السلام عليكم. خد
ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عوزت سندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا قميص؟ هو انا لسه بصرف، ما انا بقى الاربع ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني؟ خد مش عايز. خد يا جدع خد، خلينا رايح الكليه، اطلع لي برشام من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان، سي كمان. انا فاطمه الدادة اللي في بيت التنوره، وبحتاني عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحسن تجرى لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، بس ما تعرطيش. كل حاجة وليها حل إن شاء الله. يا رب يا كمال يا رب. فاطمة! يا فاطمة! يا خبر اسود ونايل. بابا! مين؟ بابا! مادة كذبة أحمد؟ أروح فين؟ طيب. بس هو يوم منيل من أوله، يوم منيل من أوله. فاطمة! يا لهوي! الدارة بسرعة! يا فاطمة! ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل يا مان هياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انت يا كلب! بلاش يا حبيبي، يعني عهدي بيه تاكل المعروض. انا هقتلك، انا هذبحك. اجي فين؟ تعالى هنا. وعدوا كهبه ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه! تربيش الباب كويس. سيبه بس يا بابا. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش وتدور. عتبلي. عتبلي. انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيب يا ابني. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه، لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوانتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايز نلطم. المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هل ابن خبط على البيوت وما حدش شاف شبات؟ يا جدع بقول لك جعان جعان. اول ما لقيناهوش نروح للواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الرقاصه بترمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصه دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يدوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين، بيبقوا قلع نهايهم، بيدوني فلوس بالقطار. انما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين، باخد فلوس بالكور. اصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع انت بالقبيل. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عافنا على امك وابوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي.
مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطة. صاحبك؟ اه كمال صديق جديد. معاكوا في الجامعة؟ هو لحد امبارح كنت في كلية الطب. ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكلية اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحدة من عيلة بستين نيلة زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش امسحيها فيا انا ست ساندي. حاكم البيل لسه جديد في الشرب والحكاية قلبت معاه بغم. الله مش بقول الحقيقة؟ ده حاجة واحدة ملطخة وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطة القشطة. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. متشكرين قوي يا اخوانا سلام عليكم. انا اسف حقك عليا ما تزعليش. انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجة. دي فرصة من عيلة بنيلة يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي اشربي عشان تنسي. ده ده. سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي. هو حضرتك اللي عملت كده؟ على اي حال مش وقته، المهم انها لازم تستريح شوية. عن اذنكم. اذنك معاك يا دكتور. ملكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال. حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا واد الشرده. كان هيضيع حالي في شربة ميه الواد الاستغلالي ده. البت مهما كان صغيره برضه، لكن انا هعرف اربيه واربي اهله